تشهد مدينة تاغيت السياحية توافداً كثيفاً للعديد من الزوار، ما يجعل النشاط فيها واسعاً أن نستغل الشباب البطال والعائلات المعوزة للعمل والتعريف بتقاليد المنطقة من أجل كسب قوت يومهم. نخدمه هنا، نخدم مع الوالد، نعاونه كي يكون هنا يرغاشي. كاين هنا السياحة وكاين بزاف هنا، كاين ديكرو، ونعاون هنا الوالد. جايبين أكلات شعبية كما الحريرة، كما المخلاع، كما أي أكلة شعبية خاصة بالولاية نتاعنا نعرفوا بها الزوار نتاعنا في تاغيت. جي نخدموا على رسانك هنايا، جي نحوسوا ونخدموا، نبيعوا الحطب كما حنا نبيعوا البيض، نبيعوا الحطب. أنا بائع التحف الفنية وناشط في مجال السياحي بتاغيت. اللي يبغي يفطر أكلة تقليدية أو أي حاجة من تخص في المنطقة نوجهه ولا نحن نعملها له. هذا ولم يقتصر الترويج للتقاليد الصحراوية والعمل على أبناء المنطقة فقط، بل شملت هذه الحركة التجارية حتى أبناء ولايات أخرى. راني موجودة في تاغيت، في موسم تاغيت، كل سنة نتواجد باش نعرفوا بالمنتوج تاعنا، والخدمة هذه تاع هي موروث ثقافي، احنا حبيناه يتورث من جيل للجيل، وعلى هذا رانا نسافروا به كل يعني عدة مناطق سافرنا شاركنا به في الجزائر وخارج الجزائر. يعني هذا وتبقى تاغيت منطقة عالمية سياحية بامتياز ووجهة لكل الأطياف.